هذا رأيي وهذا رأيي، ولكن للبطل المصري سيف عيسى اللي أخد الميدالية البرونزية الحقيقة يمكن زميل هداية ملاك في الفوز بالبرونزيتين حتى الآن، كان قال رأيه في الكورة ومتابعته للكورة. سيف عيسى نشوفه. قول لي قبل ما اختم معاك، انت ليك في الكوره ولا لا؟ ليا في الدوري المصري. يعني ليك في الدوري المصري؟ الدوري المصري متابع ليه. اهلاوي ولا زملكاوي؟ طيب انا الاول احب اقول ان يعني اقول اقدر قوي جمهور نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق، ويعني مش انا اللي محتاج اقول عليه كده، وبحترم جماهيره جدا، بس انا اهلاوي قوي ويعني بحب النادي الاهلي قوي. اهلاوي قوي وبحب النادي الاهلي قوي. النادي الاهلي بالنسبه مين اكتر حاجة واحد بتحبه في النادي الاهلي؟ فرقة النادي الاهلي الجيل الحالي محمد الشناوي. محمد الشناوي بحب شخصيته جدا، ويعني اتيتيود بتاعه في اللعب بحسه ليدر كويس قوي، يعني ببقى مبسوط جدا وانا بتفرج عليه، لان هو تحسه جول كيبر، يعني هو مش اكتر حد بيبان في الماتش، بس لا انا ببقى يعني فخور فعلا ان انا بتفرج عليه. صحيح. توعدني وعد، مش وعد ليا انا، وعد لكل الناس بتتفرج عليك، المره الجايه ان شاء الله باذن الله هنتقابل سوا انا وانت في جمهور الثالثه ان حيانا ربنا، لكن بعد الاولمبيات المقبله وانت معلق الذهب. يا رب اللهم انصرنا ان شاء الله باذن الله، ربنا هيكرمنا هنعملها ان شاء الله، يعني هنشتغل اكتر وربنا هيفرحنا، يعني ان شاء الله مش هيحرمنا من الفرحه دي ان شاء الله باذن الله. قبل شوف طبعا السؤال ده سؤال فن، يعني انت اهلاوي وانت زملكاوي وانت بتاع، هو له تعليق كان يغني عن هذا السؤال لما جه قال انا حسيت ان نادي الاهلي من ده، هو بيتكلم على الاستقبال اللي حصل، الاستقبال للنادي الاهلي بعد الفوز بافريقيا، استقبال الاهلي او منتخب، لان ده حصل في الاتوبيس المكشوف في كاس العالم 2006 بالظبط، فهو يعني بيستحضر اللحظه. ابطالنا دول يعني لما تيجي تشوف حجم التضحيه عشان يوصل لهذه المكانه، يرجع بقى يلاقي مستقبله اتعمل، يوم يديك اكتر للبطوله الجايه، هدايا تالت دوره وتاني ميداليه، انجاز رهيب وهايل، لازم تكون مؤمنه وحاسه انها اتنقلت نقله نتيجه اخلاصها. ما في، انت بتقول الفلوس، انت لسه مديني مثل بالراجل الكيني اللي مرضاش يقف وزميله وقف، زميله المجنس وقف. طب ما هو ده نفس الموقف، كان يقدر يروح يجنس عشان الفلوس، لكن اعتداده يمكن ما اتطلبش. لا بقى هو ده اللي رايح يتوج يا استاذ ابراهيم. قلت لك خد الذهب برضه، خدوا الغالي استاذ ابراهيم. ما تتجاهلش ان في حته عند بعض الناس حيه، الفلوس مش كل حاجه. حيه طبعا، بس طالما ان في فلوس. أيوة. انا ما بقولكش تبقى صفر وعندك مشاكل وعليك ديون كويس، وعندك مشاكل في اللايف ستايل بتاعك كويس واخواتك، لكن لما انا اامن لك الحد ده بس في فلوس اكتر في حته تانية، هنا المعيار. اصل انت ممكن تقدر تامن كدوله وكمنظومه رياضيه قادره على الانفاق وقادره على الرعايه، لكن في دول فقيره في افريقيا. انا خليني في دولتي، ثرواتها البشريه منهوبه استاذ ابراهيم. خليني في دولتي دلوقتي. لا ما انا بتكلم على اللجنه الاولمبيه الدوليه، احنا بنتكلم على اللجنه الاولمبيه الدوليه. لا مش هيحصل اللي انت بتطلبه، مش هيحصل. مش هيجي يتعاطف مع دولة بيطلع لها بطل بشكل عشوائي ويغير القانون عشانها. لا مش يغير القانون، يعني مثلا انت فاكر الاتحاد الدولي لكرة القدم كان عامل تشريع قبل كده انه اي لاعب ناشئ مثل منتخب ما في الاول ما يحقلوش تمثيل منتخب تاني. خلاص انت وبعدين عمل ايه بقى؟ انت لعبت تحت، اقول لك بقى عمل ايه؟ ضغطت الدول الكبيرة. لا قال لك اللعيب اللي مش متعاقد يقدر يسافر اي حتة. لا مش طب استولى على كل المواهب صغير. لا في استاذ ابراهيم كلاعب محترف ماشي، لكن انا بتكلم على يا انه ينتمي لدوله ثانيه، انه يلعب بمنتخب دوله ثانيه. يا اخي انت بس بتبقى، لو انت عايز تصدقني هتفكر زيي، لكن انت عايز تقول لي لا. بص بقى هو سافر، ايوه، بعد شويه هيعرض عليه التجنيس، هيعمل ايه وهو بره؟ شعراوي عمل ايه؟ المصري عشان في ايطاليا، بس قول شعراوي ولد هناك يا باشمهندس. ريتشارد اللي كان في النادي الاهلي هو اخوه. ما لعبوش منتخب مصر. لا بيلعبوا منتخب مصر ناشئين، بس بعد سنتين لو مشيوا كويس هتعرض عليهم الجنسيه. هي دي النقطه، انت بتاخد اللعيب وهو صغير بتحطه في المناخ اللي يخليه يودي، لكن لو انت بقى ما ينفعش بالقانون، ينفع بالقناعه.
كل شيء يا استاذ ابراهيم، اديني حقي هنا ممكن اخد اكتر منه بره، وهو ده اللي بنقوله لعيبه النادي الاهلي. طب ما انت، هو انت لما تكون بتاخد لك 10 مليون في النادي الاهلي ما تقوليش اصلا انا جالي 20 مليون بره، لا انت كده التزامك اتوفت، انت عايز 20 يبقى انت بتختار ال 20 وده حقك وما بنقولكش عليه حاجه. بنفس المنطق انا انت في مصر كل القوانين هتنحاز لك لانك متفوق، واذا خدت ميداليه هتبقى مرتاح ماديا وهتشتغل شغلانه بتحبها وراقيه، لو انت عايز اكتر من كده ده شأنك. ما تقدرش تقول لي ان القانون يمنعه، ما فيش قانون هيمنعه. انت بدات الحلقه قلت ضربه البدايه، لا شيء الا بايه؟ انت عايز تغير القانون؟ بالقانون؟ لا بالقانون الموجود الدولي. انت عايز تغير القانون الدولي عشان أيوه. حاله عندك؟ لا مش حاله يعني، انت متصور ان هم هيدرسوا حاله حسونه؟ انت عارف النهارده قطر خدت الميداليه في الوثب للاعب سوداني، سودان الاصل. كلام جميل. بس مجنس ما عنده، عايش عنده. اوكي ماشي. على فكره دي تاني دوره يلعبها. باسم تلغي دي ازاي؟ لا شيء الا القانون. القانون بيقول له العب. خلاص انت عايز تغير القانون. لو القانون القانون بيقول له العب، امال بيلعب ازاي؟ لا ما انا بقول لك انت المفترض تواجه ظاهره زي ديت بتشريعات دوليه من اللجنه الاولمبيه الدوليه. وهو اللعيب السوداني ده لو كان لقى المناخ والرعايه في السودان كان هيروح قطر؟ ما كانش هيروح. هتقول لي فلوس اكتر في حد ادنى. ما تقدرش تقول لي انا مش لاقي اي نوع من انواع الرعايه في مصر. ها طب ما هو حسونه بيقول لك انا لو لقيت اهتمام وكنت لقيت مكانه وكان حسونه اتولد في مصر. هو كان عنده والده كان عنده مشاكل مع الاتحاد يعني. اذا هو ما سافرش في الاول. هو لا اللي يهتم بيه اللي يستغل ضيقه بنقول له لا تعالى انا هريحك بقى.